من العقار صراحة ما كنلقاوش بزاف باش غادي نصوروه. غادي تقولوا لي هاد النوع هو اللي كيكون فيه الصالون والسيجور، صالون وحده السيجور مفروقين بالمربع، وفيه واجهتين جوج الفرسادات شرقية وجنوبية، كنهضروا على الشميشة، مطبخ جاهز وجوج بيوتا، واحد فيه بلاكار. زيد عليها انه كيتواجد في دار اللي فيها عدد السكان قليل، ار بلوس دو، ماشي عدد اللي هو كتير، وكت كت كتندرج في اطار ديال السكن المتوسط. حاجه اخرى اللي هي ممتازه هي الثمن ديالها اللي هو 360 الف درهم. اذا اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في اف ال اللي كتبت لكم عروض عقاريه كتكون مختلفه. كنكدو ونبحث لكم على احسن مكان في السوق باش يوصلكم وانتم في داخل المنازل ديالكم ولا في اماكن العمل اينما كنتم، وكذلك الناس اللي كيشاهدونا من الخارج كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالكم افيل. معكم طارق، راه كنحاول نوصف هذه العقارات بدقه على حساب شنو شفت وعلى حساب شنو سمعت، ونتمنى يعجبكم العقار ديال اليوم. اذا ما تنساوناش بالضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك بالقناه. كما قلت في الاول، هنا كنهضروا على دار اللي كتسمى كتندرج في اطار السكن المتوسط اللي فيها صالون وسيجو، وهاد الشقه هادي كتواجد في دار اللي هي ار بلس 2، جوج ديال الطوابق، الطابق الاول فيه جوج ديال الشقق والطابق الثاني جوج ديال الشقق. هادي اللي تنعرضوا اليوم كاينه في الطابق الاول فقط، هي اللي كاينه، هي هاد العقار هذا هو اللي كاين، ماشي كاينين بزاف، فقط هادي كاينه في الطابق الاول. حاجه اخرى هي انها راه فيها جوج ديال الواجهات من ناحيه ديال الشميشه، برطمان الشمشه مخيره كاع في الشمس، راه هادو هما الاشياء اللي كيدفعونا كنهبطو الريدو، لان كتكون الشميشه مجهده ما كيصلح لكش تصور بواحد الطريقه اللي كتكون كما كنقولوا احترافيه. حتى بالنسبه للديكور ولا فينيسيون ديالها كتضاهي السكن الفاخر او السكن الراقي. بالنسبة للثمن كنهضرو على 36 مليون 360 ألف درهم. وأكدوا لنا أصحاب هاد الشقة هادي، الناس اللي كيبيعوا هاد العقار، إن هناك مفاوضات في الثمن. اللي بغا باش يشوفوا هاد العقار هذا مالي إلى اتصال، راه الأرقام كاينين أسفل الفيديو. عاد نأكد بأن هاد الشي راه كيتواجد في دار اللي فيها جوج ديال ليزيتاج، كاينين جوج ديال ليزابارتمون في بريميير، جوج ديال ليزابارتمون في دوزيام. هذه راه كاينه شقه واحده فقط هي اللي كنعرضوا دابا، كتواجد في الطابق الاول. ندوزو نهضروا على البلاصه فين كاينه. هنا راه كتواجد هذه الشقه هذه كتواجد في حي على مقربه من حي ديال رياض الزيتون، مدينه هي مكناس. الناس اللي غادي تبغي تبحث على هذه الشقه كنقول لكم ممكن الاتصال بينا، راه غادي كنربحوكم مثلا الوقت والعناء ديال البحث والتقلاب على هذه الشقه. لاش إن خدمتنا حنا راه هي وكالة عقارية، أي وسط عقاري كنقلبو زعما خدمتنا هي البحث والتنقيب على أحسن شقق والعرض ديالها، باش نربحوكم الوقت ونربحوكم كذلك أنكم تشريو أحسن عرض بدون عناء ديال الديبلاسمون. قلب هنا قلب هنا قلب هنا. ما قلت الشقة راه كتواجد في الطابق الأول، والثمن هو 360 ألف درهم، 36 مليون، وراه قابل للنقاش. كنظن بأن بحال هاد العروض هادي راه مكاينينش، قلالين بزاف. علاش؟ لأن فيهم داك الصالون وداك السيجور هو اللي كيدير الإختلاف، راه هو اللي تيدير الفرق. الناس بزاف الناس اللي طلبوا منا بصح صالون حدا سيجور وما كانش عندنا بحال هاد العرض هادي. نقول لكم ها هو جا العرض، جا رجلت الوقيتة باش الإنسان يستافد من بحال هاد العقارات. لي زوين هي أنها كتواجد في رياض الزيتون، أنا مقربة من السويقة، طاكسي، طوبيس، جامع، أبناك، مدارس، ليسيات، كلشي كاين في هاد الحي هذا، وكيتعتبر من أحسن الأحياء بالمدينة ديال مكناس. وصلت للنهاية ديال الوصف، الختام ديال الوصف. كنتمنى يعجبكم هاد العقار،
نقول لكم إلى اللقاء وفي عرض مقبل أم قريب.